يوم 25 شباط يصادف والذكرى الخامسة لثورتنا، هذا يعتبر العيد الخامس إن نجدد فيه على مطالبنا ونجدد فيه سلميتنا، وأيضا نجدد فيه صوتنا الطلابي الذي خرج منذ أول يوم إلى الآن. بالنسبة لإيران، كل الدول الخارجية ممكن يكون لديها أتباع، ممكن يكون لديها ذيول يعملون في الخارج حسب مصلحتها. ممكن إيران لديها ذيول تمنع إيصال صوتنا. القمع والقتل هو من جهات ممكن المتظاهرين راح تأذي مصالحهم، راح تقلل نفوذهم. مرشح الأحزاب والذي تم توكيله من قبل الأحزاب ما ممكن يسمع صوتنا، لأن احنا طالعين على هذه الأحزاب اللي نريد نطلعها. تعني ثورة ضد الظلم والطغيان، ثورة من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل دم الأبرياء الذين قتلوا دون أي سبب. يوم 25 شباط هو يوم تجديد ثورة تشرين، يعني دعم للساحات من جديد، زخم سكاني، زخم ثوري جديد راح ينزل للساحات إن شاء الله من اليوم وصاعد. ما نتراجع إلا بتحقيق مطالبنا اللي احنا رايدينها، مو اللي تنفرض علينا. ما نتراجع لحد ما نكون قنوعين انه احنا اللي سويناه يستاهل نرجع على موده. هل هناك من يسمع صوتكم؟ يسمع او ما يسمع، صوتنا فرض، يفرض فرض وليس سمعا عليهم. إيران أو أمريكا أو دول الجوار أو كان من يكون له مصلحة في العراق يعمل على عرقلة تقدم حجرة الثورة. ستكون لدماء الشهداء أذن صاغية غصبا عن كل من تجاهلها أو أسالها. ما يضل بس العراق.
ليس هناك من يسمع صوتنا، بس لكن 25 تذكير ليوم 25 اكتوبر، ذكرى 25 اكتوبر التي سقطت فيها شهداء الكل، شهداء العراق. هي ايران لم تسمع اصواتنا وجيت تسوي هواي اشياء وتخريب وهواي اشياء جاي تسوي في سبيل ما تنجح الثوره مالتنا، لكن احنا مستمرين باعتصامنا، ما نتراجع رغم الحار ورغم البرد ورغم الهواء ورغم كل شيء، لاجل تفريقنا، لاجل انسحابنا. احنا كل هذا الشيء ما يهمني، لا يهمنا القمع، لا يهمنا الرمي، كل شيء ما يهمني. واقعين معتصمين سلميين، كل شيء ما بدينا. محمد علاوي اللي مو هو اللي منصبين الشعب، احنا كشعب معتصمين، الشعب العراقي ما ريده، مرفوض محمد علاوي مرفوض، لان مو احنا اللي نصبناه، جهات معنيه اللي هي نصبتي. طلاب اصحاب الثوره البيضاء
اهلا باصحاب القمصان البيضاء. بالنسبة ليوم 25 هو يوم التحرر من الاستبداد والظلم الذي لطالما نهش بنا، ولكن بطريقة دبلوماسية من خلال التستر بالعمائم والدين وباسم الحزبية والقومية. ونحن كوننا طلاب ليس لدينا ما هو أغلى من دم الشهداء، لا سنة دراسية ولا مقاعد ولا حتى مستقبل. فنقول لشهدائنا: لا دين إلا بكم، ولا حياة إلا بعزمكم،
ولا مستقبل إلا بكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. هذه دماك على فمي تتكلم، ماذا يقول الشعر إن نطق الدم؟ هتفت وللأحرار في اليد رنة، والصوت في ظهر الضعيف يحكم. الله أكبر، لا حياة لأمة إن لم ترق فيها المدامع والدم. فالدماء والمدامع وأنين الثكالى وبكاء الأيتام ما هو إلا جزء من تضحياتنا لهذا البلد الحبيب، لأن الحكومة بطبيعتها والأحزاب الحاكمة لا تود للثوار أن ينبهوا من هم خلفهم من الناس، فلا تستطيع مواجهة الفكر بالرصاص، لكنهم أخطأوا. راجعين وبقوة إن شاء الله. العمود الفقري يعتبر الطلاب، الموجة الطلابية تعتبر العمود الفقري للثورة، وما ننسحب إن شاء الله. راح نتوافق بين المسيرة العلمية ومسيرة الثورة. إيران تعمل على عمل إخفاء صوتنا من خلال الأحزاب اللي هي لحد الآن معترضة على الكابينة السياسية، بالتأكيد وافقت على محمد توفيق علاوي لأنه صاحب ملفات فساد ومؤيد لهم بالتستر. بطبيعة الأمر السياسة منافسة بين السياسيين، طبقة الحاكمة يعني، والشعب، لكن بالعراق جاءوا بشيء عجيب، وهي المنافسة بالقمع والقتل والاغتيال باسم الأحزاب والسلطات القمعية. بالتأكيد هم الأحزاب وأيادي الخارجية مثل ما تقول، من أرادوا بالعراق دماراً منذ 2003 ليومنا هذا. هي مثل ما تقول ضمير الإنسان، وضمير الإنسان هو اللي يوجد الله بين عيونه. هم ذول مع الأسف يعني لا دين لا سياسة، مو يمهم، وإن شاء الله دم الشهيد ما راح يروح بوجود الطلبة والطبقة الواعية المثقفة من الشعب، وإن شاء الله التغيير قادم. محمد توفيق علاوي صاحب ملفات فساد، وزير اتصالات سابق، مشارك بالبرلمان ب 2008، ب 2013 وزير اتصالات سابق، اغتلس 3 مليارات وانحكم 7 سنين غيابيا. هذا ملف محمد توفيق علاوي. 25 اكتوبر هي الثورة او بداية الشرارة الثورة العراقية لإزالة الأحزاب الفاسدة الذي أكهلت الدولة. إيران مستمرة بالقمع لكن غير المباشر من خلال الأجندات الذي هي من وضعتها في العراق، المتمثلة بالأحزاب وغيرها. الأطراف جميعها تريد إسكات الثورة إلا طبقة الطلاب حاليا هي المتواجدة في الساحة. البقية جميع شرائح المجتمع والجميع لا يسند الثورة، الأحزاب كلهم يريدون إسكات هذه الثورة. انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟
اكتوبر هو اول يوم طلع به الشعب العراقي وانتفض على كل اللي صار به من سنوات السابقه. 16 سنه مثل ما تعرفون فاتت على الشعب العراقي هو ساكت، وبكل تاكيد يوم 25 هو بالنسبه لنا يوم فخر ويوم نصر بالنسبه للشعب العراقي، وبكل تاكيد انه مطالبنا مسموعه لان الطلاب هم الشريحه الاوسع بالمجتمع، فاكيد لازم تكون مطالبنا مسموعه. لماذا القمع والقتل بحق المتظاهرين؟ كل شخص بهذا العالم يطلع على الحق، اكو جهه بالمقابل مثل ما عدنا احنا غروب وشروق وشيء تالي شيء، فاكيد انه الجهه اللي تطلع على حق بالعراق خاصه لازم تطلع جهه مضاده لها، لان كل شخص يفكر بمصالحه. لربما توجد هنالك جهات اخرى اعلى من محمد علاوي لا تريد ان يسمع ذلك الكلام. دماء الشهداء لم يكن لها اذن صاغيه لانه لا حياه لمن تنادي اساسا. بكل تاكيد سوف يكون هنالك تصعيد لكن ضمن حدود السلميه اكيد، وهذا التصعيد في كل دول العالم هو امر عادي. عندما ينتفض الشعب يقومون بأمور تصعيدية لكي ينتبه الكل إلى ذلك. يوم 25 هو يوم لإعادة روح الثورة بعد محاولات لإسكاتها، وهو محاولة لإثبات وجودنا من خلال التجمعات الطلابية، لأن مثل ما نعرف أن التجمعات الطلابية هي روح وشريان هذه الثورة. لذلك هناك الكثير من أصوات النشاز تريد إسكات هذه الثورة من خلال قمع وقتل الطلاب كذلك وإسكات صوتهم وحصرهم داخل نطاق الدوام مثلا، وجعل عليهم قيود في ذلك. إيران هي الدافع الأساسي للحكومة لقتل هذه الناس من خلال تحريك بعض الميليشيات والفصائل المسلحة، لذلك هي لها فائدة في العراق من خلال فائدة اقتصادية أو سياسية. قمع وقتل حق المتظاهرين لأن هناك العديد من الحركات السياسية في العراق مستفادة من هذا الوضع، لذلك تريد إسكات هذه الثورة لأن هذا يتضارب مع مصالحها من خلال الفساد الإداري مثلاً أو استغلال المؤسسات الحكومية لصالحها. محمد علاوي هو أحد أفراد هذه الميليشيات، وهو تنصب من خلال هذه الميليشيات، وكنا نعرف ذلك من خلال بعض القيادات المعروفة على الساحة، القيادات الميليشاوية، بعض الحركات المتعصبة الإسلامية التي تحاول إسكات هذه الثورة لأنها تعتقد أن هذه الثورة هي معاكسة لتوجهاتها، مثلاً التوجهات الطائفية والتوجهات العرقية التي تقوم بها هذه الحركات. ساحات الاعتصام ترفض محمد توفيق علاوي لأن تنصب من خلال الحركات السياسية المجربة والميليشيات، يعني احنا جربناهم هواي من خلال سنوات سابقة، وهو كان أحد الوزراء مثل ما نعرف وزير الاتصالات، وبانت عليه الكثير العديد من ملفات الفساد. لذلك نحن نرفض محمد توفيق علاوي لأنه مجرب وكذلك له تجربة سابقة فاشلة جدا طبعا، وكنا نعرف الآن وزارة الاتصالات يعني عليها العديد من اللغط من خلال ملفات الفساد. بالبداية 25 شباط هو امتداد ل 25 أكتوبر واستذكارا لهذا اليوم التاريخي. اليوم طلعنا كطلبة جامعات البصرة أسناداً لثوارنا بكل محافظات العراق المتواجدة بالمحافظات المنتفضة. الثورة مستمرة والمد الطلابي مستمر وإن شاء الله ما راح نتراجع. والله بصراحة وبصراحة تامة كل الشعوب أو العفو كل الحكومات المجاورة أو البعيدة أو الحكومات الحاكمة بالعالم الكل عملت ضد العراق. لو الحكومات البقية وقفت مع العراق او مع الشعب العراقي ما كان وصلنا هالمرحله، ما كان اربعه اشهر ماكو استجابه بصراحه للمطالب، ما كان وصلنا للي جاي يشوفه عينك حاليا. مستمرين. اليوم شبابنا مثل ما ضحينا ب 700 مستعدين يضحون ب 1000 وب 2000 وب 3، ما راح نتراجع، دم طاح وما راح ينتهي ابد، وان شاء الله ما راح نخذلهم. محمد علاوي هو ناتج او نتاج الصراعات السياسية الموجودة والأحزاب، أكيد ما راح يسمعنا، هو مو ابن الشعب ولا من ضمن الشعب ولا عاش هاي المعاناة اللي عايشها أنا وغيري والناس اللي موجودة حاليا بالخيم، ما عاشها ولا راح يعيشها مستحيل. أي سياسي موجود بالطبقة السياسية من 2003 لحد الآن ما عاشوا المعاناة اللي عاش الشعب العراقي، لو عايشينها لو عايشين ذرة منها ما كان
قتلوا شبابنا كلها على الاقل. بالعكس دماء الشهداء الكل يسمعها والدليل احنا سامعينها. يعني اللي طاح يوم 1 اكتوبر او 1/10 لحد الان احنا جاي نسمعهم ما راح نعوفهم نهائيا، هم وعوائلهم واطفالهم وحبيباتهم الكل كشعب، بس كحكومات هم ما يريدون يسمعونا، بس احنا غصبا عنهم راح نخليهم يسمعونا. 25 هو عيد ميلاد الثوره الشهري، هو اليوم الذي كسرنا به القيود لنخرج من صميم الياس. نحن الجيل العنيد الذين خرجنا من اجل مطالبه بالحريه. يوم 25 شباط سوف تكون ان شاء الله مظاهرات، هي بدات من الان الزخم الناس لساحات التظاهر، وستكون مسيرة من فلكة محمد كريم القاسم إلى ساحة اعتصام البصرة. وهذا اليوم يوم 25 مظاهرات حاشدة من بغداد إلى البصرة، يعني كافة المناطق المنتفضة في العراق. اي نعم، إيران هي يعني المخرب الأساسي في العراق، أنا في وجهة نظري. القمع والقتل بحق المتظاهرين، لأن المتظاهرين لهم تأثير قوي والشعب هو مركز السلطة. زين، فجاي يحاولون بكل انواع الطرق حتى يفرقون المظاهرات، لان الضر مصالحهم. يوم 25 هو استكمال للثوره، لثوره اكتوبر يوم 25 اكتوبر، وهي استمراريه عمود نثبت للحكومه انه احنا مستمرين وما ناسين دماء الشهداء وما ناسين مطالبنا اللي هي تتمثل بانه اسراع باقرار قانون الانتخابات، واسراع هو قانون انتخابات اقر ولكن لم يتم الموافق عليه رسميا، وبدا بالانتخابات المبكره. اكو يعني مثل ما نقول هم يسمعون صوتنا بس يحاولون يقولون انهم ما سامعين صوتنا، صوتنا واضح للجميع. يريد اسكات الثوره هو من يحاول السرقه ونهب خيرات البلاد. اي شخص يحاول ان يسيطر على موارد البلد هو هذا الشخص يحاول اسكات صوت الثوره، لان الثوره تعني توزيع الموارد على كل الشعب العراقي، وتعني انه العراق يكون بين صنف الدول العالميه. لماذا القمع والقتل بحق المتظاهرين؟ القمع والقتل بحق المتظاهرين كان في البداية بشكل كبير جدا، وذلك أنه ظنوا أن في حالة القتل وفي حالة القمع وفي حالة الاعتقال أنه سيرجعون المتظاهرين والثوار، وهذا الشيء ثبتنا لهم أنه بالعكس كل ما زادت حالات القتل والقمع كل ما زاد أصار المتظاهرين والثوار على الاستمرار. دماء الشهداء هي ليست لم تكن لازمة صاغية، وإنما هم يحاولون أن لا يسمعون صوت دماء الشهداء، ولكن المتظاهرين والثوار وكل شخص يعز عليه دماء الشهداء سنحاول وبكل ما أتينا أن نسمعهم ما أرادوا به الشهداء. ساحة الاعتصام رفضت محمد توفيق علاوي لأنه شخص يعني شخص كان له دور، كان وزير اتصالات سابق في فترة حكم المالكي، أتوقع كان له سنتين له كوزير اتصالات ثم استقال بعد ذلك. فإحنا كان الهدف أنه نريد شخص ليس له فدور سياسي سابق كوزير كنائب، مو ليس كنائب العفو، كوزير أو أقل أو أدنى أو أبعد. يوم 25 شباط هو يوم تجديد للثورة الطلابية وللانتفاضة ووقف الطلاب وتجديد موقفهم جراء هذه الثورة السلمية التي ما زالت من بدايتها من 25 أكتوبر إلى 25 شباط ما زالت سلمية رغم تدخل الأطراف الخارجية وما يسمى بالطرف الثالث، لكنها ما زالت سلمية والطلاب هنا معتصمين مستمرين في موقفهم ويطالبون باستقالة توفيق علاوي. القمع والقتل بحق المتظاهرين هو أسلوب خسيس تتبعه الأحزاب الحاكمة ضد الناشطين المدنيين والناشط الحقوقي، وجراء أي متظاهر سلمي له تأثير في السوح التظاهر، حيث يعني قبل كم يوم كان هناك عملية اختطاف لأحد ناشطي في محافظة النجف، سحبوه من سيارته وهو ولد شاب، يعني مجرد في الهتافات ما لا أعرف لماذا، لكن أمر يجب أن وزارة الداخلية تتحمل هكذا أمور، ونحملهم أي روح زهقت من جراء هذه الشباب المجاهدة. محمد توفيق علاوي لا أرى في جعبته شيئا ولا أتأمل به خيرا، هو وضعه الأحزاب الحاكمة، ومن بداية 25 أكتوبر نحن نهتف مرفوض أي شخص مشارك في العملية السياسية أو أي شخص وضعت الأحزاب الحاكمة هو مرفوض، لا نريده، وأتمنى أن يستقيل لكي لا يشوه تاريخه كما الأسبقون شوهوا تاريخهم وأصبحوا على ألسن الشباب. فهناك أناس الآن لم تأتي إلى سوق التظاهر وترى بأعينها تسمع كلاما يشوه أن هناك مخدرات وهناك ما يأتي، فنحن علينا الشباب هنا نعكس هذه من خلال فعاليات، نعكس هذه الظاهرة وفعاليات كأنما نوزع كمامات، نوزع أعلام عراقية، حملات توعية،
هذا كله تعكس مظاهرات إنها مظاهرات سلمية شبابية ثقافية ليس لها داعم خارجي أو من دول أخرى أو من أحزاب حاكمة. نحن هنا مواطنيون مستمرون على هذا المنوال، على منوال السلمية.